هنالك قناة تلفزيونية مشهورة ظهرت قبل بضعة أشهر ولفتت أنظار الناس بضخمها الإخباري والسياسي وما إلى ذلك، وفي هذا الغضون طرحت موضوع الحوار، ونظرنا وإذا به حوار مزيف يستبطن الكيد لدين الله سبحانه وتعالى. جيء بإنسان ملحد يعلن إلحاده على ملأ ويتباهى بإنكاره للقرآن وبسخريته من القرآن، وجيء بإنسان بشيخ من الأردن لا يعلم شيئا من منهج الحوار. والحوار حول ماذا؟ حول هل مشكلة فلسطين مشكلة إسلامية ينبغي أن تعالج بالجهاد الإسلامي، أم مشكلة سياسية ينبغي أن تعالج معالجة قومية لأنها عبارة عن احتلال، في حين أن هذا الذي جاء به لا يؤمن بالإسلام أبدا. هل هذا حوار أيها السادة؟ هذا اسمه حوار؟ سلفا معروف ماذا سيقول. طبعا المسألة مخططة. أنا أسألكم أيها الإخوة، هل هنالك قناة تلفزيونية عربية أو إسلامية أو أجنبية ناطقة باللغة العربية جاءت في يوم من الأيام بإنسان ليقول وراء المذياع أو أمام الكاميرا القرآن كلام تافه ولا أصل له ولا قيمة له وليس صالحا في هذا العصر إطلاقا؟ ولكن لأول مرة في هذا العصر الحديث يستقدم إلى الجزيرة هذا الذي وحد به ليقول هذا الكلام القرآن أي قرآن؟ القرآن غير صالح، القرآن عبارة عن أوهام. هذا ليس حوارا، هذا عبارة عن محاولة لبث الكلمات المناقضة للإسلام باسم الإسلام وباسم الحوار. هذه القناة التي لفتت أنظار بعض الناس بالأمس وظن أنها قناة نظيفة هي موجهة وهي تخدم جهة أجنبية، وينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر أيها الإخوة. لماذا تستغل الصهيونية شبكة المشاعر الدينية اليهودية من أقصى العالم إلى أقصاها، وتستدر كرم اليهود وعطفهم كل عام جمع مزيد ومزيد من الأموال باسم اليهودية، وتأتي أنت يا أيها المسلم الذي لو عدت إلى تاريخك الإسلامي لما وجدت شيئا يقتضي أن ترفع رأسك بسببه إلا الإسلام، تريد أن تحطم الإسلام في طريقك إلى فلسطين؟ تريد أن تحطم مشاعر الشبكة الإسلامية في طريق الأمة الإسلامية إلى فلسطين؟ من الذي يمكن أن يثق بهذا الكلام؟ من الذي يمكن أن يتصور هذا الكلام؟ لكن مع الأسف هذا الكلام يروج له، ويروج له أين؟ في أقنية جاثمة في بلادنا العربية ولكنها ذات هوية يهودية. وأنتم تعلمون ما هي القناة التي أعنيها، قناة الجزيرة، نعم، هي التي بثت هذا الكلام، نعم، وروجت لهذا الأمر.